بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ده اللقاء الثاني لمجموعة الترويج للعلوم ساينس كوميونيكيشن التابع للباحثين السودانيين الليلة الجمعة 9/9، وكالعادة إن شاء الله بدير الجلسة باشمهندس قاسم منتصر. طيب مشكورا، فتفضل باشمهندس. رحب بالجميع. تسلم أنور، مرحب بالجميع مرة ثانية وشكرا للحضور، معليش على التأخير واللخبطة، لكن نبدأ اللقاء الثاني الأول حق Science Communication التابع لـ SRF ومؤسسة الباحثين السودانيين. آخر مرة تناقشنا في يعني حاولنا نقسم النقاش اللي قلنا يكون more like ورشة للنقاش، نحاول نديفلوب فيها بعض المفاهيم عندها علاقة بالساينس كوميونيكيشن، وقلنا حن انسر خمسة questions اللي هي what is the science communication، أو ما هو why، لماذا، الأهمية في شنو، وهو منو المفروض يعملها، وبعد ذاك آخر سؤالين هو when where when و وفي أي توقعات و how or كيف الـ science communication المفروض يحصل. فده ملخص، نحن نمو سريع على ملخص النقاط الأساسية من الجلسة الأولى، وبعدين نواصل زي ما قلنا في when where و how. فبدأنا بـ what، اللي هو قلنا إنه it's the practice of informing, educating, raising awareness. الفكرة الأساسية إنه داير تزيد الوعي وتزيد ال وثقف فور تعلم الناس المفاهيم الأساسية عندها علاقة بالعلوم وبعض الاستنتاجات العلمية اللي تحصل على المجتمع العلمي، وبيسكلي إنك تحاول تشيل knowledge من جماعة معينة scientific community تحوله to another party اللي هو ممكن يكون الناس العوام أو المتخذين القرار through specific media أو أوساط معينة. ده كان بالنسبة لل what. بالنسبة لل why ناقشنا في إنه ال advocacy و increase awareness مهمين شديد. you want to advocate for science لأنه في النهاية الانطباع العام حق المجتمع بالنسبة للعلوم بيأثر شديد في إنك أنت هتقدر تدفع بالعملية العلمية في عن طريق السياسة ويحصل تمويل مناسب، والناس برضو تقدر تستمع للعلماء، بيحصل ده كله through advocacy. otherwise الناس بيكون في حالة doubt basically من scientists، وهي حالة ما كويسة. but separating information from disinformation برضو حاجة مهمة شديد. حاليا واحدة من ال big advantages حقت ال انترنت والسوشيال ميديا انه بقى التواصل سهل شديد، وما في editorial processes، اي زول ممكن ينشر اي حاجه بدون قيود، اللي هي دي حاجه كويسه وكعبه كويسه بانه هو knowledge بيبقى very accessible، ممكن اي زول يوصل اي حاجه لاي زول في اي وقت. لكن في نفس الوقت دي حاجه كعبه لانه بالذات ال editorial processes ما بيكون في طريقه to filter ال disinformation، الناس ال bad actors اللي هم بيحاولوا يروجوا لمفاهيم خاطئة أو غلط for whatever reason. فده برضو important aspect of science communication to counter effect. Increase productivity and confidence. I think Anwar brought this over. لكن لما الزول يكون عارف الحاجات تشتغل كيف، يكون عنده فهم عام للطريقة العلمية، بتساعد طبعا definitely في إنك تكون واثق أكثر في معلوماتك وفهمك للأشياء. Technological competency واحدة من ال advances of science اللي هو like modern technology بيساعدنا في كل مجالات. ما أفتكر في مجال حاليا يخلو من الحوجة للمهارات التقنية، فبرضو من هذا science advocacy والcommunication المفروض تكون مستمرة. وأخيرا behavioral changes، لما تكون بتعرف أحسن مثلا بتاخد قرارات وبتتصرف بطريقة أحسن. لو عارف مثلا يا تو أكل سيء بالنسبة لك ويا تو أكل كويس بالنسبة لك، هيخليك تتخذ قرارات أحسن لما تختار مثلا أنت تاكل شنو، أو لما تسجل ولا لا، أو المفروض تاخد فاكسين ولا لا، وهكذا. أخيرا تكلمنا في الهو
اللي هو انه هو سبوز تو هاف ات، قلنا انه الفكره الاساسيه انه انت تراينج تو كوميونيكيت ساينتفك انفورميشن يا للناس الساينتفك كوميونتي اللي هم الديسيجن ميكرز وال الساينتفك سوري الساينتفك كوميونتي عن طريق جورنالز وببليكيشنز وارتكلز، اور للجنرال بابليك عن طريق اذر فينيوز غالبا هنناقشها الليله، واخيرا البوليسي والديسيجن ميكرز برضه عن طريق سم فينيوز هنناقشها الليله. And who's supposed to do it? عمتاً either the scientists themselves, العلماء نفسهم, or ناس متخصصين في الكوميونيكيشن والجورناليست والصحفيين. لكن عشان الحاجة دي تحصل effectively زي ما قلنا لازم يكون في two-way communication channels. إنك أنت لازم تدرب العلماء إنه how to effectively practice science communication. We have to also عن طريق boosting their communication skills. But you also have to train journalists or communication experts في how to analyze and read and consume scientific knowledge. لأنه بتشوفها طوالي in pop science في scientific articles بيكون communication لو ما في good grasp عن like مثلا how scientists write and how they disseminate information بتحصل أخطاء في dissemination through pop science journals وهكذا. ودايما دي بت undermine العمليه حقت الساينس لانه بيكون بتكتب حاجه ما حقيقيه لانك فهمت الورقه غلط، مثلا قريت لك ورقه علميه فهمتها غلط، بتكتب عنها مقال والمقال فيه حاجه غلط، بعدين الناس بيقوم بتمشي بالمقال، وبعدين لما يطلع انه لا الحاجه دي غلط بيقوم ما بيقولوا الزول ده قراه وكتبها غلط، بيقولوا العلماء جابوها غلط. فعشان كده it's very important to boost the scientific knowledge حق the people are trying to work in science communication. This is all of it for now. فهنفتح briefly for maybe 5 minutes. الناس لو دارين تعقب على ال comments from last time على ال slides so far. وبعد كده هنواصل طوال في when, where, و how. فلو في زول عنده أي comments تعليقات على الملخص أو أي نقاط إضافية I missed from the summary حقي ممكن to interject now. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب ألو سامعين؟ أيوة سامعين تفضل. يلا أنا يعني مثلا بشوف إنه هي الصحافة العلمية أو الساينس كوميونيكيشن أنا بشوف أكتر حاجة هي يعني الجوب أو الوظيفة بتاعتنا إنه نقوم يعني المعارف العلمية نقوم نحولها لنفس المعارف العلمية لكن نقول مثلا لعامة البشر أو لعامة الناس أو للمجتمع العام أو المجتمع العمومي. يعني المجتمع بيكون قد يكون تعليمه بسيط، قد يكون فهمه بسيط، أو قد يكون إنه ما متخصص في الحتة دي. يعني مثلا نقول حسنا مثلا إنسان بتاع بيئة يلا بتلقى الناس مثلا بيتكلموا مثلا عن السيانات وعن التعدين الاهلي والعشوائي كده لكن ما فهم الحاصل شنو كويس. فيلا انا كنت شايف ان انا دول بتاع انفايرمنت برضه اقوم اشيل المعلومه دي اديها لعامه الناس بطريقه مبسطه بسريقه سلسه وظريفه ويقدر يفهموها. هذه الحاجه الاولى. الحاجه اللي اهم من كده لكن برضه بتلقى بعد ذاك في ترمينولوجيز او في تيرمز في مصطلحات يعني صعب انك تقوم تحولها بحاجه ثانيه انت لا تقوم تتغيّد بها. يعني شامل زي ما انت حسي قبل شوية تكلمت قلت يا اخي انه يعني دائما انه الواحد يقرا الارتكل كويس او الورقه العلميه كويس حتى بعد ذاك يقوم يجي يتكلم عنها يعني عشان ما تكون اتنقلت غلط زي ما انت حسي قلت قبل شوية. يلا دي جزئيه مهمه جدا انت اللي قلتها دي. يلا لازم الناس تقوم برضو في مصطلحات كده ما عندها بديل. يعني انت سواء كانت هي بقت مصطلحات في الجانب العلمي او في الشؤون العلميه او مثلا كولا في المجلات العلميه او مثلا بقت في المجلات اللي هي تعتبر انها سياسيه او مجلات اجتماعيه دي. فالولد واحد برضو من الحاجات المهمة شديد يعني. أيوة نقطة كويسة ما actually ما تطرقنا لها كثير اللي هي فكرة الجارجن والساينتيفيك ترمينولوجي وإنك كيف لأنه يعني within الساينتيفيك فيلد لما يكون interfield communication عامة الجارجون والترمينولوجي بيكون حياة الناس already عندها certain definitions باستخدامها بيكون within the field easy لكن yeah, بعد كده الترانسليشن حقها للجنرال public بيبقى مشكلة وقاعد نشوف الحياة دي a lot especially في المجالات العلمية social sciences basically في ناس بيستخدموا terminologies طوالي مثلا بتشوف في
مثلا في امريكا وكده عندنا هايلي ديفلوبد سوشيال ساينسز ديبارتمنتس بيتكلموا عن حاجات لايك وايتنس وبلاكنس وبريفليج وكده. فلما الناس استخدمها وذين الديسكورس العام دايما بيبقى في شكل في انه لا الكلمه دي معناها شنو وليه استخدامها كده واستخدامها في محل غلط بين الاستخدام الاكاديميك والنون اكاديميك بيخلق مشاكل كثيره. ف it's a good point موضوع الجارجن والترمينولوجي ده كيف انه how to transfer it في الجنرال كوميونيكيشن المفروض نحط لها اعتبار. اوكي لو ما في other follow up then نقوم نمشي طوالي لل our next sections اللي هو نمشي one new slide اللي هو when where we practice science communication. اوكي فنقوم نفتح الفرصة للناس to discuss in when and where should we practice science communication. الناس عندها أفكار؟ ممكن أبدأ أنا يعني لو الناس ما no one wants to part, jump in. يلا في هي اكتر حاجه انا بشوف ان يعني الساينس كوميونيكيشن بتكون اكتر حاجه في الجوانب الصحيه والجوانب البيئيه مثلا لانه دي لهم اكتر حاجات كده بتمس المجتمع كله يعني. يعني ابسط مثال حس مثلا عندك مثلا زي مثلا الوباء بتاع الكورونا ويلا كام لو لاحظت تلقى انه مثلا اي واحد بيقوم بيتكلم وخلاص بيقوم بيفتي بالحته او خليك منه يتكلم يعني بتلقى انه مثلا المعلومه طلعت من شخص واحد وريجارد لسه انه زول ده ساينتست ولا لا او بروفيشنال ولا لا لكن بعدك بتلقاه مثلا بحامه السوشيال ميديا كلها فيلا بتلقى انه بحته زي دي كده يعني لازم الناس يكون فيها اويرنس يعني الناس البروفيشنال يقوموا يتكلموا ويوصلوا المعلومه بطريقه افضل واسهل زي الشغل كان بتاع التوعيه بتاع الاحترازات الاحكام بتلقاها مثلا مكتوب بالعربي بتلقاها مكتوب باللغه الانجليزيه بتلقاها مكتوب مرسوم رسم كويس فيلا دي الحته دي برضو يعني انه انا بشوف انه هو زول اللي اسمه ده يعني الصحفي العلمي ومحتاج سكيلز يعني لازم يكون مثلا عنده سكيلز حتى في ما ادري اقول في الرسم وفي كده لكن حتى طبعا ما حيرسم هو يعني لكن وشوف انه لازم يكون يعني عنده يقدر يفهم يكون في اللي يعني يعرف الكوميونتي يعرف المجتمع وعاداته وتقاليده وفهمه ويتعامل كيف يعني. طيب بالنسبه للنقطه دي زي ما عارف في ناس بيقوم بتنشر حاجات ما عندها علاقه يعني مثلا نقول واحد نشر كلام عن الكوفيد وما صحيح ما مبني عليه اسس علميه فللناس اللي عندهم علاقه بالحياه دي المفروض يعني واتس الافورت حقهم هيكون كيف تو كاونتر الحياه دي يعني المفروض مثلا انا اقوم برضو هو ذاك نشر حاجه في الواتساب وانتشرت شديد وحصل لها شير لايك مليون تايمز انا كزول مثلا شغال في البابليك هيلث انا المفروض اقوم اعمل شنو يعني. يلا انت لازم تقوم تعدل المعلومه دي يعني انا شايف انت لازم تقوم المعلومه دي تعدلها باي شكل من الاشكال خلاص بعد ذاك يلا طريقه تعديل المعلومه دي بعد ذاك بتختار طريقه ما معروف ممكن تختار مثلا تكتب مقال لا ممكن تختار مثلا تقوم مثلا تصيغ الحاجه دي بشكل مثلا حوار او مثلا في شكل مثلا حاجه ممكن تكون اقرب لانها تكون مثلا حوار مثلا بتاع مجتمع زي زمان الناس حاسس مثلا زي بتلقى زمان الناس كانت تتكلم مثلا عن دكان وده البصير والحاجات دي كلها عبارة عن ساينس معلومة نقدر توصلها للناس تانين بس أنا شايف إن شاء الله ما أكون مشيت بعيد شوية يعني يلا فبعد ذاك أنت كزول يعني صحفي علمي فالمفروض تكون تعرف الآلية تقدر توصل بها المعلومة كيف أو تقوم تقدر تنفي بها المعلومة العلمية المعلومة أقصد أجيات خطأ والمجتمع بيجي ماسك فيها أو بيجي متداولة وبيجي متخيل إن هي معلومة يعني ترو هي أكشوال كده هي معلومة شنو معلومة رونج يلا دي هي نقطة مهمة شديد يعني. يس فا يعني دي النقطة اللي هو كنا نخش فيها بالتحديد لأنه في النهاية زي ما قلنا الناس بتجيها information بعد كده بيبقى في إنه أنا كيف أفلتر ال good information ال bad information. الناس اللي هو wanna spread bad misinformation عامة are very effective at it. They know who where to do it and when to do it. فنحن حاليا بنحاول نشوف إنه okay كيف الـ people who want to engage in science communication how can they also determine when to do it and how to do it. يعني مثلا
publishing an article مثلا في مجلة أو في جريدة might not be very effective مثلا to counter some of the misinformation مثلا حول حاجة انتشرت through a viral post on Facebook or on WhatsApp. Having an open discussion, I think فكرة مكعبة. مثلا كان الناس بتعرف جو روغن is a very famous podcaster بيحضروا ملايين الناس فهو برضو واحد من الناس اللي actually ساهم كتير في spreading some bad information about COVID the vaccines well a treatment or cures لكن في نفس الوقت بعد ذاك بعد he got some backlash بقى برضو he's an effective venue to spread corrective information but I think having open discussions on big platforms is one of a good ways مثلا to communicate like scientific knowledge but this is like some of like where questions I think being answered in when we can do science communication or when okay قاسم يا اخي برضو قاسم يتكلم بالعربي شويه لانه البيس بتاعك بالانجليزي هذا سريع العربي الترمينولوجي والجارجل بتضيف في الطريق لكن بنحاول ما مشكله هو ده ذاته محتاجين في الترويج للعلوم يعني تمام ذاته في جزء بتاع الترانسليشن مش كده ذا ترانسليشن انا ما اعرف كنت دارين نناقشه في الهاو ولا نناقشه هنا لكن فاين اي ثينك هما وين وير وهاو كلهم مرتبطين شديد فممكن نناقشهم كلهم ان اني اوردر ذا ماتر امبارح دكتوره نعمه عملت تلخيص لكتاب ممتاز جدا فكان يعني الناس تشوفه لانه جزء من السايز كوميونيكيشن اللي هو تلخيص الكتب زول قرا له كتاب والناس ما بيقدروا كلهم يقروا الكتب يعني وعارفين الاحصائيات بتاعت القرايه للكتب في العالم العربي بصوره عامه وافريقيا وكذا ضعيف جدا جدا فانا بتذكر كان اليونسكو عملت لها مشروع اسمه كتاب في جريده لانه لاحظوا انه الناس بيقروا الجريدة لكن ما بيقروا الكتاب فقام عملوا سمر الكتاب خدته في الجريدة المشروع ده بتذكر كان يعني كان في كل الجرائد في السودان بتلقى فيه جزء اسمه شنو ده كتاب فكان بتذكر كان بدوا برواية الطيب صالح اللي هي موسوعة الهجرة للشمال وتخطب زي سمري كده فيها فالساينس كوميونيكيشن عنده طرق كثيرة في انه كيف توصل المعلومة والفاتح دكتور الفاتح قبل شوي ذكر قصه بتاعت دكان التبسيط اللي هو الجلسات اللي بتكون انفورمال بتاعت ونسه وممكن يكون فيها طعمجه وكده وكده لكن في النهايه بتوصل انت المعلومه بصوره علميه انت يا قاسم ذكرت اللي هو اسمه جون اوليفر يس هي نفس الفكره بس انا last week tonight في حاجه اكبر أيوة. بودكاست نعم البودكاست هاي اكبر هي طبعا اي حاجه صوت بتمشي اكثر من الفيديو قدر ما هي بتستهلك ميجا بايتات اقل صح بتنتشر اكثر يعني صح اوكي اب تو يو بس معلش دار اضيف ولا كنت دار اضيف بعد كلام دكتورين فإن هو قام يعني يتكلم بتاع إنه كتاب في جريدة الحاجة دي طبعا يعني حسي مثلا عندك أنا صغيرت قاعد أدي المثال اللي طلبتي يعني أو قاعد يدون assignment مثلا بعرات بقوم بجيب لهم مثلا مرة كنت بتكلم لهم عن مثلا عن السمارت سيتي اللي هي المدن الذكية فيلا كان جبت لهم فيديو كده فيهم زي مدينة ذكية وفيها الحاجات الفاسيلتيز الموجودة فيها كلها كده وكان يلا قلت لهم يا أخي الفيديو ده حولوا لي لحاجة ريتن لحاجة مكتوبة يعني دي حاسس انا شايف دي برضه حاجه كده برضه من الصحافه العلميه يعني نوع كده من الصحافه العلميه لانه مناسبه تحويل المعلومه من شكل لشكل ثاني انا شايفه برضه دي مهمه شديد جدا حتى كنت قاعد اضرب لهم مثال بالشيخ محمد سيد حاج الشيخ محمد حاج سيد حاج ده في كتاب اسمه تاريخ السالكين تقريبا كتبه امام اسمه الهروي لا كتبه ابن القيم تقريبا ولا كتبه المهم في النهايه كتبه امام تقريبا اسمه الهروي بعد ذاك يلا قام جاء فسروا شرحوا ابن القيم هو واحد كتب واحد شرحه كويس جاء بعد ذاك محمد سيد حاج عمله بشكل خطب يعني من حاجه ريتن مكتوبه سائل لحاجه ريتن مشروحه لحاجه بقت ساون بقت صوت مسموعه بقت يعني مشروحه بشكل شنو بشكل خطب يعني يلا ده انا برضه شايف انه تبسيط المعلومه وانك تقوم تنقل الشكل بتاع المعلومه من شكل لشكل ثاني انا شايف دي الحاجه دي مهمه شديد يعني لو سمحتوا لي أعمل مداخلة في النقطة دي. تفضل طوالي. برضو يعني هي كانت حاجة ساينتيفيك أنا
انا زورت عم بتاع كوميونيكيشن بشتغل يعني مع نزل هيلث بروموشن هاند ان هاند زي ما بقولوا. فكان عندنا مشكله بتاعت اللي هي الووتر بورن ديزيزز في جنوب في شرق السودان اللي هي الشيكونغونيا واللي هي معروفه بالكنكشه والحمى النزفيه وكده. فواحده من التكنيكس اللي استخدمناها احنا عشان نكافح المرض ونوصل المعلومة للناس عملنا دراما راديو دراما سيمبل حاجة بتاعت يعني كان الفكرة انها ما تكون اكتر من يعني دقيقتين لثلاث دقائق لانه برضو احنا زي واحد من المداخلين قال انه كل ما كانت الحاجة في المايكروفونات اقل تمشي كتير. فعملناها وشيرناها للناس عبر الإذاعة وعبر الواتساب فيسبوك كده. فكرة بسيطة جدا مثلا دارين يوم نتكلم عن محاربة الناقل ناس تغطي الأزيار تكوب زيت برصوان فيها مشكلة الشرق عموما برصوان تحديدا فيها مشكلة بتاعت أحواض الموية والأحواض دي تضح إنها هي أماكن بتاعت توالد. فكنا بنعمل مسج بدون الناس المختصين public health والدكاترة يدونا كي مسج جدا عايزين نوصل للناس شنو. احنا بنقعد ناس كوميونيكيشن مع ناس الدراما بنعمل حاجه اللي هي قلت زي في دقيقتين او 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 ثلاثه بيكون نسبه المعلومه فيها زي في المحتوى زي 80%. بعد ذاك الانتراكشن العادي زي فكره الدكان البصير يعني المعلومه بتكون ماخذه الحيز الاكبر 80 ل 90%. وبعد ذاك السنس الدرامي عشان ما تخلي الحاجه جا. فكانت افكتيف جدا واحده من الحاجات اللي كانت افكتيف جدا. شفت انا فيديوهات كرتون وصلوا بها الناس برضو الساينتيفيك الحضاره والصلاحه العلميه بطريقه مبسطه. شكرا. تسلم. Very good points. موضوع ال using think of other areas هو arts, movies, theater, drama, مسرحيات, sketches are all very effective in addition to social media campaigns. Facebook, WhatsApp, Twitter. I know this is one of and I think for most of this show in Adil, أكثر حاجة الناس are actually consuming these days to get their information. But it makes sense إنه الناس تحاول توصي للمحل الناس عامة بياخدوا منها their information to like do advocacy ولا وتوصيل ال science communication. أي مداخلات أخرى هنا؟ دول خلينا طيب الناس ما خلت حاجه ما شاء الله. انا بس داري اعلق في نقطه معينه اللي هي ان تكون في اطار الموضوع ذاته. بالنسبه لوين يعني متى انا بشوف انه يا اخي نحن من زمان يعني السينس كوميونيكيشن كان موجود هو لكن بصورته كانت التقليديه ولحد الآن نحن محتاجين يعني أنا بقول الآن وزمان نحن محتاجين sales communication بالنسبة للسؤال بتاع متى يعني باختصار. فزمان كان الناس إنها هي بتثق لأنه كان يعني الميديا المستخدمينها كانت اللي هي conventional media اللي هي الراديو والتيفي والنيوزبيبر. فكان الناس يعني بتثق ثقة كاملة في المصادر المعلومات دي. وحتى لو مشيت مثلا الريف بتلقى الناس يعني منتظرين نشرة الأخبار وهم متلمين حول الراديو كده. فبكون في صيغة يعني في صيغة كاملة لمصادر المعلومات. الآن طبعا المشكلة اللي حتواجهك إنه يا أخي مصادر المعلومات بقت متعددة. فأنا بتذكر وقت كنا بنقرأ في جامعة الخرطوم كان بيدرسنا دكتور وجدي كامل فجاب لنا سؤال يعني من 20 درجة قال لنا ما هو الوقود الأساسي لعملية الاتصال وقال تجاوب بكلمة واحدة فقط. فكانت الإجابة يعني هي المعلومة هي الوقود الأساسي لعملية الاتصال. فالمعلومة دي الآن بقت في أيادي ناس كمية عدد كبير من الناس. أي زول بقوم يعني حتى في مرات يعني في الكوميونيكيشن كلاس الدكاترة بدربوا الطلاب يعني بيعملوا مثلا صف من 10 طالب بده أول طالب كلمة وقول له وديها للزول يعني انت
بيسموش نقول الكلمه دي للانسان الطالب اللي قدامه، بيقولها له في اذنه من غير ما التانيين يسمعوا. فنقل المعلومه دي من اول طالب لاخر طالب بيحصل تحويل في بيسموش نو في الجمله ذاته، بيحصل تغيير مباشره يعني. فليقوا انه يا اخي المعلومه الان يعني انت حتى لو مثلا بقيت يعني مصدر المعلومه والمعلومه انتشرت، طبعا الان في السوشيال ميديا واي زول عنده اكاونت، حتى الناس اللي في الريف ذاته عندهم بيقوا حسابات في الفيسبوك، فاول ما تصروا معلومه هم ما بيقدروا يتحققوا من مصادر المعلومات، ما بيقدروا يعرفوا يا اخي دي الجهه الصحيحه ودي الجهه الخاطئه ودي الجهه الموثوق فيها ودي الجهه الما موثوق فيها، فبيبقى في مشكله الان. فعشان كده لقدام انت عشان تقوم بساينس كوميونيكيشن محتاج انك انت برضو يعني اول حاجه تبني الايمج بتاعتك، يعني انت بتحتاج انك تعمل بروموشن لنفسك ذات عشان تخلي الناس انها تثق انه اي معلومه جايه من دكتور انور معناها دي المعلومه الفالد، او اي معلومه جايه من الصفحه الكده هي دي المعلومه الصحيحه. يعني زمان الناس بتسمع الرادي اذاعه ام درمان، خلاص هي معلومه جايه من اذاعه ام درمان هي معلومه جايه من الحكومه، ودي واكيد حتكون جايه من وزاره الصحه مثلا، سواء كانت يعني بتروج مثلا فاكسين ولا بتروج لاي دواء جديد او حتى في حمله تطعيميه او اي حاجه. فتعدد مصادر المعلومات ده لقدام هو بيكون تشالنج بالنسبه للزول اللي بيقوم بالساينس كوميونيكيشن عشان يقدر يصل لاكبر عدد من الجماهير، وفي نفس الوقت تكون في يعني موثوقيه في المعلومه اللي هو بنقوله، وفي نفس الوقت يكون في تراست بينه وبين الناس الاودينس بتاعته. الحاجه الثانيه بالنسبه لويا، انا بشوف ان يا اخي الويا دي هي ذاته احنا بنحاول نكون ادابتد بناء على الوضع او المكان اللي احنا موجودين فيه. يعني انت الليله لو مشيت الريف يعني او مشيت القرى مثلا مشيت دارفور، في مناطق في القرى في جزء من القرى للان يعني ما فيها شبكات اتصال وكذا، فلو بدها تستخدم السوشيال ميديا او تستخدم اي اداه اخرى عشان تصل للناس ديل بيكون في مشكله. فانت محتاج يعني حتى انا بتذكر يعني هسه في مناطق في دارفور للان الناس بيستخدموا الادوات القديمه بتاعت التواصل او الادوات القديمه في توصيل المعلومات، كانوا يعني بيستخدموا مثلا مايكروفون، الميكروفون ذاته بيكون رافعينه مرات في حصان وكونوا لافين القرى، يعني القريه مثلا لو القريه صغيره، لكن لو القريه مثلا بقت البيوت بقت بيوت بتاعت رحل يعني بعيده مثلا بيتين هنا ثاني في ثلاثه بيت هناك وكده، بيستخدموا حاجه بسموها في للناس بتاعين الكوميونيكيشن بيعرفوها اللي هي الورد اوف ماوث. الان في بقى الاي ووم الكترونيك وورد اوف ماوث اللي هي باختصار يعني زي الشمال، يعني ده بشيل المعلومه بنقول للزول ده بخشمه كده، فبقول والله بيجي بقول لنا وزاره الصحه دي اللي في القريه الفلانيه اللي هناك وقالوا كده 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 كده، بعد ده الزول ده ممكن يغير في المعلومه وممكن نقولها زي ما جات. ف ويا انت برضه يعني في المدن اكيد بتستخدم ممكن الوسائل المتاحه الان زي السوشيال ميديا او اي وسائل رقميه متاحه الان، واكيد المعلومه بتصل، لكن ما زال في السودان لانه شبكات الاتصال ما يعني ما شامله كل السودان، ما زلنا في بعض التحديات عشان تصل لاكبر عدد من الجمهور، فلازم انت تكون ادابتد يعني بيست اون ذا سيتويشن. شكرا لكم ونستمع. لو امكن اعلق على كلام المداخل. تفضل طوال. عملت بحث غطى هنا كان في ولاية الخرطوم، البحث اشار لانه انه اكثر من افتكر 54% من الناس اللي كان شاركوا في الاستطلاع المصدر الاول للمعلومات هي وسائل التواصل الاجتماعي، متخطي التلفزيون، متخطي الراديو، متخطي الجرائد. في دراسات زي دي في مناطق اخرى من العالم، والسودان ماشي في نفس الخط. للاسف معظم الجهات الموجوده عندها مواقع على صفحات التواصل الاجتماعي. دكتور شاكر. نعم. ايوه انور معك، انا بس داري اسال من حاجه واحده، طبعا الكلام بتاعك ده كلام سليم، لكن هل أيوة. البحث بتاعك مشى في تفاصيل اكثر في انه وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي
مجتمعة بتفوق التلفزيون والراديو، لكن أيوة. في وسائل التواصل ذاته، هل الفيسبوك مثلا أيوة. كان الأول النسبة بتاعته 20؟ كان الواتساب بالمناسبة، كان الواتساب دكتور عمر، الواتساب نمرة واحد، كان الواتساب نمرة واحد. النسبة بتاعته كان في تفاصيل ولا؟ أنا ممكن أرجع للبحث يا ريت، يا ريت تحطه في الجروب، خدته في الجروب بتاع ساينس كوميونيكيشن تبع الباحثين السعوديين زاد عشان الناس تستفيد نعرف أيوة. أن لو عرفنا ان احنا الناس بتلتقط المعلومه من وين بنعمل تارجتنج بعد كده نحط المعلومه هناك. ايوه هو الان انا ممكن اقول لك بالفم المليان كده الواتساب يعني بيلعب دور كبير في السودان في نقل المعلومه. يعني للاسف الجهات يعني مثلا انا بتكلم اشير مثلا لوزاره الصحه، وزاره الصحه الصفحات بتاعتها ذاتها ما عاملين يستخدموا صفحه معتمده، ممكن تلقى 4-5 صفحات وفي الفيسبوك بتكلم، ودي حاجه دايره مجهود شويه. انا ممكن ارجع للبحث واجيب الملخص وادي الناس الارقام، لكن دي النقطه اللي انا قصدتها انه وسائل التواصل الاجتماعي بقت الان في المدن بالذات تجاوزت الاذاعه والتلفزيون والصحف، وده ما محل الكلام ده، لكن فان وسائل التقليديه دي تواجه مشاكل كبيره جدا في السودان، خصوصا الصحف. الصحف دي كانت في يوم كانت هي نمره 2 بعد الراديو، لكن الان بتواجه مشاكل كثيره، ده ما محل النقاش ده، لكن دي الفكره انه السوشيال ميديا هي الان في مناطق كثيره حتى في الولايات هي المصدر الاول. في تقديري الواتساب ده محتاج دراسه، في دراسه متعمقه في السودان، لانه يعني بيلعب دور كبير جدا. في الارقام اللي انا كانت عندي في 13 مليون مشترك في الانترنت في السودان، في 8 مليون منهم عندهم واتساب. 13 مليون مشترك في الانترنت، كل الارقام دي بتاعت سنه 2019، فيهم 8 مليون مشترك في الواتساب. برضه هي دي الاريا بتاعت شغل هنا كباحثين، مفترض نمشي في الحاجة دي، لأنه الآن الواتساب في السودان مشكلة كبيرة، خصوصا في الفيك نيوز زي ما أشار الباشمهندس. تسلم على الـ good information، خطينا في السلايد. I think ذات نوع الـ information بيكون useful للناس تتملكه، useful للناس الدائرة تتخذ قرارات بخصوص إنه هو كيف تصل الناس وكيف تتواصل مع الناس وكيف تحاول ترفع الوعي. في حياة أي comments أخرى بخصوص when where؟ في أفكار كثيرة طبعا بالنسبة لنا كل الحياة دي، أنا شايف it's الساينس كوميونيكيشن في العالم بقى كومن، اللي هو ممكن يكون زي يسموه شنو ترانزيشن للنكست كويشن، لكن I think البشر بطبعه يعني انه فضول، they're curious, they like to know الحياة تشتغل كيف وكده. فيعني some of the biggest channels حاليا في اليوتيوب are like some of them are scientific. في channel اسمه Veritasium, I think is very popular, one of my favorite channels. Vsauce, they have millions of views, subscribers, many millions of views per video. PBS SpaceTime. بالنسبة القنوات برضو بتاعت باللغة العربية التابعة مثلا لأجي الجزيرة. في واحدة قناة مصرية واحد برضو يعني alternative ما حاجة رسمي، في واحد قدر منشنت بالعربي في بس ما بتذكر اسم القناة، في واحد أسينك في مصر بيعمل حياة very similar to الناس Vsauce وVeritasium وبرضه very popular عنده millions of subscribers. في واحد برضه اسمه مخبر الاقتصادي برضه ده ما شاء الله رهيب جدا جدا، مخبر اقتصادي تبع AG Plus، وهو عنده برضه عنده بودكاست بتاعه براو، يعني بيشتغل مع قناة الجزيرة وعنده بتاعه براو very يعني في الإيكونوميكال إنفورميشن، أي أخبار اقتصادية نمرة واحد. وبالنسبة لبوك إن النيوز بيبر، في برضو في سيرفيس اسمها بلينكست،
برضو you can subscribe to ديل they بيلخصوا الكتب بشكل 15 minutes they summarize it في audio segments يعني ممكن تستمع لها كل واحدة 15 minutes long بيشيلوا أغلبية الكتب المهمة like most big and popular books اللي بيكون عامة مرغوبة بيلخصوها في شكل 15 دقيقة audio book وبيخلوها accessible ففي في tools services زي دي لكن بيبقى الإيشو اللي هو moving on to the next section اللي هو إنه how do we promote instead of just how to do science communication I think the next question is how do we promote science communication in Sudan ده بيبقى السؤال غالبا for the next 20 minutes هنكون بنناقش انه how do we promote science communication في السودان؟ طيب اول حاجه طبعا يا هود زي مجموعه الباحثين السودانيين دي هي اصلا مجرد وجودها السودانيز ريسيرش فاونديشن ده هو جزء من البروموشن بتاع الساينس في السودان لانه لما تكلم الناس عن انه how to do how to write research وكيف to publish it وكده وبتاع فانت بتكون بطريقه ما يعني بروموتد فالجروبس بصوره عامه السبيشال انترست جروب والريسيرش جروبس دي جزء من الموضوع الجزء الثاني لو اف وي كان امبيدد في الكوريكولم يعني تبقى جزء منها الكوريكولم والاكسترا كوريكولر اكتيفيتيز برضه في المدارس وكده عبر الزيارات والكامبس وغيره دي الافكار اللي البدائية في راس ياسي دي نسمع من الشباب الباقين ممكن داخل اتفضل يلا انا بحكي حاجه كده حصلت لنا في الجروب بتاعنا ذات جروب الباحثين السودانيين لو بتتذكر كان ايام الكورونا يعني في عز الكورونا زي ما بيقولوا كان بتلقى تذكر كان احنا زي ممنوعين كده او كنا وقفنا انه المنشورات اللي تتعلق بالكورونا دكتور انور بتذكر وتخيل لي برضو الفيسبوك لما كان مثلا ينزل منشور متعلق بالكورونا تحسبوه زي اللي كان بيقوم بيجينا يا دكتور انور تذكر زي اللي كان بيقوم بيجينا اشعار ايوه بتذكر طبعا لانه الكورونا هي في عالمنا العربي هنا ده احتمال ما ولا افريقي ما كانت بالقوه بتاعت الامريكان عندهم مشكله في وسائل التواصل الاجتماعي بتاعت اللي هو البلاسيبو الدواء المغشوش ده في صيدليات كثيرة فاتحة وبعد ذلك بتيجي في دعايات الإعلام عندهم هناك قوي جدا بتيجي دعايات بتاعت إنه والله البتاعة دي بتحمل كورونا ولا الكورونا دي كلام فارغ أصلا ما في حاجة اسمها كورونا يعني أيوة. والفاكسينز أيوة الفاكسينز بصورة عامة يعني ما تطعموا أولادكم لأنه بيجيهم توحد وكلام زي ده فالقوة بتاعت البوستات اللي بتنتشر واللي هو الفيك نيوز والباد ساينس وكده خلى ناس الفيسبوك بيقوا قاسين جدا في اي معلومه بتنتشر عبر جروب بيقوم بحاسبه طوال الادمن بتاع الجروب ده يقفل الجروب ولا يعرض الجروب للقفل يعني وفي جروبات اتقفلت في الفتره دي كان بكل اسف فكان لازم ان احنا عشان تنرو داون الريسك قلنا انه والله يا اخي عندنا فريق طبي هو المسؤول من الفيريفيكيشن بتاعت اي اخبار ليها علاقه بالكورونا فما اي بوست اي ادمن ثاني المشرفين الثانيين الما مختصين ما اطباء ما كده ديل كلهم اي بوست يجيهم بتاع كورونا له علاقه بالكورونا لو بحثي ولا غيره ولا كده يرفضوه اوتوماتيكلي لكن اللي حيقبلوه هم الناس المختصين ده بالتالي انت ممكن تحارب القصه بتاعت الباد ساينس ولا الفيك نيوز يلا انا ما قصديش انه قصدي انه لازم يكون في ريجوليشنز يعني عرفتها يكون في قوانين ويكون في كده كويس يعني حاسس شوف لو الفيس يعني قام عمل لنا الضوابط دي لانه لقى شنو لقى احنا ناس مختصين وده جروب بتاع باحثين سودانيين عشان كده قام فرض علينا طوال يعني حاسس مثلا اللي اتفرض علينا ما كان اتفرض على الجروبات الثانيه يلا دي الكلام ده بيقولني ليش شنو بيقولني لانه ما هو في النهايه احنا الناس الساينتست دي مثلا المهندسين والبيئيين والدكاتره والاطباء وديل في النهايه هم ما ناس صحفيين يعني خلاص ما ناس صحفيين ولا ناس بتاعين اداب ولا كده كويس فيلا وفي نفس اللحظه الصحفيين ما بيكونوا عارفين المعلومات العلميه مثلا يعني مثلا ما في صحفي بيكون عارف مثلا معلومه عن الكورونا ولا مثلا في مثلا فنان بيكون عارف مثلا معلومه عن الكورونا فيلا يقول لي يقوم شنو يلا بقت الحته بتاعت الصحافه او الفن في نفس اللحظه انا بشوف انه الصحافه العلميه دي عباره عن فن يعني خلاص يلا بقت الحته بتاعت الصحافه العلميه
والعلميين يقولوا الأطباء والصيادلة والباحثين وديل كده. فيلا لازم يكون في لينك بيناتهم كده كويس. أو أنا شايف إنه المفروض يكون مثلا في زي كورس محدد كده ينقل الناس العلميين الأطباء والمهندسين كويس إن يتعلموا الصحافة العلمية كيف خلاص. وبعد ذاك حتى ذات الصحفيين العاديين ديال الصحفيين والمختصين في الصحافه برضه هم لازم برضه يقوموا يعرفوا يتعاملوا مع اسمه ده. يكون فيها يعني زي ما نقول في زي لينك كده حلقه وصل حلقه وصل يكون يربط النازل مع بعض ويكون في كورسات محدده كده ياخذوها او جرعات تدريبيه محدده كده بحيث انه يقدروا الاثنين سوا يسوقوا الحاجه دي مع بعض يعني. لانهم لو واحد فيهم مثلا مشوا العلميين براهم مثلا او المهندسين براهم الاطباء براهم في التراك ده انا شايف الموضوع بيكون صعب عليهم كده. يمكن انا شايف المختصين هم يعني ممكن يقدر يتكلم في تخصصاتهم اسهل من الهنايه اسهل واسرع من الصحفيين يعني. الصحفيين بياخذ زمن لان الواحد ما يكون عنده المعلومه يعني عرفت، لكن بيقدر يقوم يصيغ الكلام في شكل مقال في شكل حوار في شكل كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا حاسس مثلا انا برضه لاحظتها في الحوارات التلفزيونيه والحوارات الصحفيه لقيت شنو؟ انا لقيت مثلا بتلقى مثلا يعني معدل البرنامج او الصحفي تلقاه انه هو في محاور كده ما بيقدر يقوم يغطي عليك يعني. مثلا ممكن يقول لك والله ده نتكلم مثلا عن التعدين العشوائي، او مثلا ده نتكلم مثلا عن مرض مثلا البلهارسيا وداري عمل معك مثلا حوار، لكن تلقاه انه في اسئله كده ما بيسال عليك انت كلامك انت زول مختص. فانا عشان كده بشوف انه موضوع الصحافه العلميه ده لازم يقوم يحصل له بروموشن ثقيل يعني. هذا يقوم يحصل له يعني انا شايف انت مثلا يعني انت كصحفي او انت مثلا كزول مثلا ساينتست دار تكلم قال لك تعال تكلمنا عن التعدين العشوائي في حوار يعني دار عمل معك حوار. انا شايف انت المفروض الاسئله دي انت تقوم تجهيز زي انت ده، لانه في النهايه الصحفي ما بيعرف ليك الاسئله دي كلها. ما الاسئله الصحفيه دي او الاسئله بتاعت الحوارات الصحفيه او الحوارات التلفزيونيه دي هي عباره عن اسئله، والاسئله يا جماعه الزول كان ما مختص ما بيقدر يخط الامتحان، ما بيقدر يخط اسئله الامتحان. فبس الجزئيه دار يقوم يوصلها يعني في الحته دي. تمام. إيه نقطة كويسة اللي هي فكرة إنه ال training حق ال journalists. أنا ما أعرف في دول هنا عنده فكرة إنه عامة عندنا الناس متخصصين مثلاً في الجرائد التلفزيون science communication، أو في جهة بتوفر like courses or training on like science communication في السودان. والله في محاولات بتكون فردية بكل أسف يا قاسم. يعني بعض مرات بتكون ثرو الامبسيز ثرو الكلتشرال سنترز ولا كده بتجي فرص بتاع التدريب بيقوم يختاروا لها صحفيين مثلا بيفيدوا لها ناس، لكن بتكون حاجه فرديه ما حاجه سيستماتيك يعني. اسي من الاعلانات الكثيره اللي بتجينا في الباحثين السودانيين للتدريب تدريب تدريب ومركز ومعهد وما اعرف شنو، ما حصل ولا مره جي اعلان بتاع يعني شنو ده بتاع تدريب في الصحافه العلميه، ما حصل. وحتى الناس الاعلاميين اللي عملوا لنا شنو ده يعني جلسات بتاع تدريب في الباحثين السودانيين، ناس اخونا عثمان كباشي في الجزيره نت قدم لنا سيشن عن كيف يعني تعرف الاخبار الزائفه وكيف تكافحها وكده، وناس دكتور منوس محمد العميد بتاع الكليه في دبي يتكلم عن الصحافة الرقمية وغيره، لكن ما في واحد يتكلم عن الصحافة العلمية. من ناحية تاني معظم الناس الشغالين في الصحافة العلمية أو الترويج للعلوم Science Communication هم ما مختصين، ما قروا الكلام ده by training يعني، ما في كلية مختصة بتقريه في السودان ولا كده، عشان كده في جاب كبير. دكتور شاكر يتكلم في المحاضرة الأولى لما نعرف نفسه إنه عنده خبرة طويلة جدا جدا في الموضوع وشغال فيه، لكن هو ما مختص يعني، هو زول بتاع كوميونيكيشن. وكذلك اخونا اسمه منو حسين جبريل بيعمل بي اتش دي في الاعلام في علوم الاعلام الكوميونيكيشن ساينس. فما عندنا لحد الان احنا المختصين الكافيين اللي هم يكونوا البايلوت بتاع تدريب الناس الثانيين، وده السبب اللي خلانا احنا في بحسين سوينا نعمل السب جروب ده بتاع الساينس كوميونيكيشن. وحتى هسه نحن قاعدين بنتناقش في البتاعه دي ما مختصين ولا عندنا التدريب بتاع المدربين وناس ثانيين، لكن محاوله على اساس انه والله ناخد لنا حجر كده وان شاء الله القصه تمشي. بس ممكن لو سمحتوا لي اعمل في عباره يا اخوانا بيقول لك it's easier to ask for forgiveness than to ask for permission. اي يعني انت طوال خش يقول كلامك وبتاع لو هناي بعدين اعتذر، لكن طوال اتكلم ما تاخذ اذن يا شباب.
طيب نتكلم انا تقلب عليه كده. طيب الاجابه على السؤال في موضوع التخصصيه والاهتمام، طيب انا صارت صحافه بتلقى في بعض مناحي العلوم مثلا الحياه الاقتصاديه كده غير، بتلقى في جهات بتدرب، يعني دربوا مثلا صحفيين في المجال الاقتصادي، دربوا صحفيين، هسه في اهتمام بتدريب الصحفيين في موضوع البيئه برضو، دي افتكر حاجه كويسه. لكن بيور ساينس انا ما مرض عليه هنا في شغلي في الصحافه. مرض عليه حاجه يمكن تكون في الترجمه برضو، كانوا يتحدثنا حتى تتناقشوا في سنه 2000 برضو، ما عشان ما زول يقولون عجوز، عملت ماجستير بتاع ترجمه، فكانوا في الترمين كان في ترجمه علميه. الترجمه العلميه دي بتغطي مجالات طبيه، بتغطي علوم فضاء كده، يعني كل مره بيجيك زول من ديسيبلين مختلف بيجي بيشتغل مع الناس ترجمه. الترم 7 شهور ما افتكر انه هو كافي، لكن اتليست بيخد الناس على التراك الصحيح. يعني لما نزول يشتغل معك ترجمه مثلا في ميديكال تكنولوجيز لفتره بتاع 3 شهور، برضو افتكر كانت حاجه من الحاجات المميزه في جامعه الخرطوم في الوقت ذاك. تخصص ما لاقاني، انا بعرف انه كنت في السفارات بتعمل حاجه، لكن انا شخصيا ما مره عارف. شكرا. فولو اب للسؤال، التريننج دي منو كان موفرها؟ لايك التريننج حقت الترانزليشن والفي الايكونوميك والانفيرمنتال توبكس دي، الكوميونيكيشن حقها، هو واز بروفايدنج ات؟ طيب كل جهه مثلا مختصه بتدرب، مثلا البنك الدولي من اكثر الناس، من اكثر الجهات المشهوره انها قدمت تدريب للصحفيين مثلا في القضايا الاقتصاديه، حتى بينتخبوا ناس من الجرايد اخذوا تدريب داخل وخارج السودان. مثلا UN Environment برضو دربوا ناس في قضايا البيئه هنا. انا شخصيا اشتغلت في UN Women فتره من الفترات، فعملت تدريب بالتعاون مع جامعه الاحفاد، عملنا حاجه اسمها جورناليست فور ويمن ايشوز او جورناليست فور جندر. اليونيسيف مثلا بيدربوا صحفيين من اجل الطفوله، جيبوا لهم مدربين من داخل وخارج السودان. جهات هي بتكون بترغب زي ما واضح من كلامي انها هي تبروموت الحاجه اللي هي شغاله فيها. شايف الان ناس اليونسكو برضو عندهم شغل، حتى عملوا حاجه انا بفتكر انها حاجه من الحياه العظيمه جدا، مشوا دعموا الراديو بتاع الكوميونتي راديو في كسلة، فدي حاجه من الحاجات المميزه. الاجابه للسؤال انها هي الجهات عايزه تروج للديسيبلين اللي هي شغاله فيه، فبتقوم بتنظيم التدريب ده، بيجيبوا له خبراء يعني في المجال وخبراء اعلاميين، بيزاوجوا بين الحاجتين، يعني بيكون في زول اعلامي بيكون في زول من الديسيبلين ذاته نفسه. يعني انفايرمنت ديل بيجيبوا ناس من الريجون بيجيبوا كده. يعني اتمنى ان اكون جبت على السؤال. ايوه تسلم. طيب زي ما بقولوا خشينا توش. عندنا هنا في اندونيسيا هنا وتقريبا برضو كان في ماليزيا اتعملت بحوث، يعني قاموا عملوا بحوث في المستشفيات، يعني وكانت بيسموا شنو العينة بتاعتهم، كان الناس المرضى يعني في المستشفيات وكده، فاكتشفوا انه يا اخي لقوا انه في يعني فجوة اتصالية بين الدكتور المعالج والمريض، لانه الكوميونيكيشن ذاته يعني هو فيه نوعين، يعني في الفيربال كوميونيكيشن والنون فيربال كوميونيكيشن، فلو حصل جاب في الاثنين في اي واحد منهم طوالي ممكن يكون في يعني
مس كوميونيكيشن بين الدكتور والمريض. فلقوا يا اخي في 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 كيسات او في حالات كثيره حصلت بسبب المس كوميونيكيشن، انه يا اخي الدكتور ما فهم المريض بصوره كويسه، اداه علاج ما الياهو، او والله يا اخي احيانا المريض ما فهم الدكتور بصوره كويسه. فعشان كده الان هسه حاليا في مجال الكوميونيكيشن ساينس، في مجال هسه حاليا حتى يعني بيجا قسم الان في استراليا، في ماليزيا، وحاليا في اندونيسيا برضو، اللي هو فتحوا يعني قسم بيسموه الهيلث كوميونيكيشن، اللي هو الاتصال الصحي، عشان يجيبوا بيجوا يجيبوا الدكاتره من المستشفيات، ويجيبوا الطلاب بتاعين الطب، وهم يا اخي بيعملوا لهم تريننج وبدرسوهم على الحاجات دي، يعني انه انت كيف تتواصل مع المريض وكده، وتقدر توصل له المعلومه بصوره مبسطه، لانه حتى انت يعني في طريقه التواصل ذاته في ليفل، يعني ليفل اوف كوميونيكيشن، انت بتتواصل مع الزول بناء على عمره، درجه تعليمه، والمنطقه الجاي منها، في حاجات كثيره لازم انت تكون ملم بها. فانا امشي يعني واطلع من السؤال حقنا اللي هو هاو دو وي بروموت ساينس كوميونيكيشن ان السودان. فانا طوالي بمشي للسؤال يعني عشان يجاوب على السؤال ده، اللي هو ما هي الوسيله المناسبه لتوصيل او ترويج العلوم في السودان؟ عشان نجاوب على السؤال ده، يعني احنا عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف انه الوسيله المناسبه هي شنو. فلو مثلا رجعنا للداتا اللي هي في 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 الداتا، يعني طلعت كام من داتا ريبورت 2021 حول السودان، انه لقوا يا اخي عدد سكان السودان في 2021 هم 44 مليون، والناس المستخدمين الانترنت عددهم 13.70 مليون، اللي هو 13 مليون دول مستخدمين الانترنت. فانت عشان تعرف الوسيله المناسبه لازم تعرف الداتا دي، يعني تعرف البيانات دي عشان تساعدك في انك تقدر تحدد الوسيله المناسبه لانك كيف تروج العلوم في السودان. فلو لقينا مثلا انه يا اخي الان النتائج الاماميه يعني هنا انها هي 13 مليون من 44 مليون، معناه في ناس لسه بيستخدموا اللي هو تراديشنال ميديا، اللي هي فيها نيوز بيبر، الراديو، والتي في، والورد اوف ماوث، هي اللي بيسموها شنو، المعلومه المنقوله عن طريق الفم، يعني انه في زول بنقول لزول كده. فانت عشان تقدر تشوف الوسيله الانسب برضه لازم انك تعمل بحث ثاني، يعني اصل البحث ده ما يعني عام، انت محتاج انك تعمل بحث في كل مدينه وفي كل منطقه عشان تقدر تعرف ذات، وتعرف انه يا اخي هل مستوى التعليم عنده اثر على الحاجه دي ولا لا. مثلا في المناطق المستوى التعليمي فيها متدني يا اخي، لقوا انه الناس اكثرهم بيستخدموا مثلا التراديشنال ميديا اللي هي نيوز بيبر، راديو، حاجات، او مثلا يا اخي التغطيه الشبكيه، لانه مثلا يا اخي النتورك، يعني المناطق اللي ما مغطياها شبكه بصوره كامله، انه يا اخي لقوا انهم لسه بيستخدموا مثلا التراديشنال ميديا. فانت لازم تحدد بصوره دقيقه يعني الازمه وين، والنتائج اللي وصلت لها شنو، بعد ذاك بناء على الحاجه دي تقدر تحدد انه انت كيف تقدر تروج للعلوم في السودان. فلو لقيت انه يا اخي والله يا اخي عدد كبير من السودانيين مثلا في العاصمه وما حولها بيستخدموا السوشيال ميديا، فالاريا دي انت بتحاول تستخدم السوشيال ميديا كوسيله عشان تقدر توصل لهم المعلومه اللي توصلها. لكن لو لقيت انه ناس الارياف لسه بيستخدموا الراديو والنيوز بيبر، او والله يا اخي بيستمعوا للتي في، او والله يا اخي هم بيلجوا لانه مثلا يا اخي الناس اللي بيمشوا الاسواق، يعني في مناطق للان الاسواق فيها باليوم مثلا والله يا اخي الناس البعيدين من المدن شديد، مثلا في زول ماشي الاسواق والزول ده بيجيب لهم الاخبار الليله مثلا في المدينه حصل كذا 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 كذا، هم بيكونوا بعيدين جدا عن الحاصل في البلد، فبيعتمدوا على الورد اوف ماوث، انه يا اخي في زول بنقول لهم المعلومه. فانت لازم تحدد بالتحديد الوسيله المناسبه شنو وفيها اي منطقه عشان تقدر انك تروج للعلوم في السودان. شكرا لكم. يا سلام. I think it's a good point. عامة this is an issue in general. اللي هو the lack of like data or detailed data عشان تقدر to develop details or evidence-based plans is a problem عامة في السودان. لكن
ما أعرف this is a data generation data development is a whole issue I think برضو ممكن تكون محتاجة لها its own subgroup to work في موضوع على lack of data ده. والله هي معلش أنا داخل معك هي في مشكلة طبعا زي ما أنت قلت والمشكلة الأكبر من lack of data في حاجات كثيرة جدا بتتعامل وبتظل محبوسة في الأضابير في الأدراج دي كلشر كده أنا ما أعرف في السودان سوف شنو ممكن يكون التغنية ما مساعداهم السودان ده فيه آلاف البحوث ما في زول عنده أكسس عليها فدي مشكلة يعني أنا عندي تجارب شخصية أنت تمشي وتبدأ تعمل بحث في موضوع خصوصاً بطبيعة المهنة تكتشف إنه في زول عامل حاجة وريسنت خالص والوزارة المعنية اللي أنت شغال معاها أنا ما دار أسمي عشان ما أكون أتكلم عن شنو المهم يعني الوزارة الشغال معاها بكون يتعامل البحث وأنت بشي تعمل نفس البحث لأنه الزول اللي أنت الكاونتر بارت بتاعك ما أوير بالحاجات اللي بتتم فدي مشكلة كبيرة في السودان. I agree. Well, lack of data has two components. في data that's not generated وفي data that's not accessible. Both of them issue. موضوع data like management في السودان ده is حاجة I was interested in at some point في وقت ما لكن حاسة too busy to focus on it. عندها طبعاً هي حقيقة يعني موضوع الداتا ده عنده ارتباط بأوضاعنا الاقتصادية بتاعت البلد ودعم البحوث وكده يعني بس احنا عندنا هنا في أندلس يعني البروفيسور بيدو مبالغ سنوية مبالغ يعني حاجة كده ما تقدر تتخيلها مليارات عشان يجري بحوث معينة ينشر أوراق علمية في مجلات محددة بصورة معينة فدي بتساعد انه يا اخي يدي الطلاب بتاعنا البكلاريوس الماجستير يدوهم بحوثهم ذات ويشاركوا معاه واكيد بيكون في عائد مادي للطرفين يعني عشان كده الحياه دي مرتبطه زي ما بقولوا باوضاعنا يعني اوضاع البلد بصوره عامه بقيت ربنا يسهل يعني ايوه معلش انا ما ادر اقلب الموضوع لكده لكن مرات في حياتي انت بتستغرب جدا انا كنت شغال في ولايه اللي هي في شرق السودان الولايه فيها 11 محليه اكتشفت انه او اكتشفنا انه في 8 محليات في جهه عملت فيهم يعني نتورك عالي جدا فايبر اوبتيك عشان يتبادلوا المعلومات اصلا اتعملت لجزء كده من التحصيل لكن واستوعاه كانت عالي جدا في المحليات في المحليات الناس كانوا ما عارفين انه في النتورك دي وبيضطروا يرسلوا الحاجات بالطرق العربيه يعني كانت حاجه مؤسفه جدا 8 محليات مربوطه بالكامل لكن معظم الناس ما عارفين انه في حاجه انه انت you can send immediately using a network فدي حاجه غريبه يا دكتور شاكر برضو في حاجه انت لو ملاحظه في السودان يعني في سلوك بتاع انه يا اخي تحفظ بنتحفظ في كل حاجه يعني زول لو جيته بورق ساقط انه يا اخي قلت له عندي بحثي كذا 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 فبتخوف يقول الزول ده احتمال امني الزول ده شنو عندنا الحاجه دي السلوك ده يعني منتشر بصوره كبيره جدا ما عارف الناس بتخاف كده يعني انت جاي تساله من اسئله شخصية وزير عنده علاقة بحياته طوالي زود أخاف منك بيعمل حاجز طوالي بيبعد منك لحسن الحظ أنا شغال الآن في مشروع بيشجع المواطنين في ولاية من شرق السودان إنه يشركوا الناس في معلوماتهم لأن المعلومات دي للتنمية يعني في مشكلة كبيرة جدا أنت 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 بتبني مدارس تكتشف انه المدارس دي في مناطق ما فيها سكان لما تيجي ترجع للناس كيف بنيتوا المدرسه دي هنا بقول لك الناس ديل ادونا انه الحته دي فيها 10000 زول و بجد يعني الكلام ده ممكن يكون غريب شويه انه الحته دي فيها 10000 زول ودايرين نعمل مدرسه تيجي تكتشف انه الزول اللي ادى المعلومه دي ما داير المدرسه تتبني في 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 المنطقه اللي هو قريب منها لسبب ما يعني وهكذا انا شغال على مشروع شو كومبوننت انه نحاول نقنع الناس انه يدوا المعلومات الصحيحه للجهات التنمويه والانسانيه وش ميلك؟ Definitely good luck probably you'll need it
It's an interesting موضوع اللي هو التحفظ العام ورا السوشيال فيرجن. It is لاحظت لك الكلتشر عامة التخوف وممكن يكون جزء منه يعني الحكم الفات وكذا حكاية إنه ال يعني في كنترول عالي على الفلو اوف انفورميشن وده بيحصل يعني عامة في ال الكنترول ستيتس اللي يكون فيها لايك اوثوريتارينزم اتس نوت ان كومن لكن يعني المفروض حاسس الناس تكون يعني راقه شويه لكن anyway I think we'll need to wrap up soon ف يعني لحد حاسس I think يعني لما ركزنا في كل النقاط الأساسية I think في موضوع الترجمة ده ما تطرقنا له فممكن نحاول نخلص in the next 10 minutes or 15 minutes لو في ناس عندهم خبرات و experience في موضوع الترجمة ده أنا ممكن أديكم نحن واحدة من الحياتات اللي قدمنا لها 2017 basically قدمنا لتمويل من ذات الخارجية الأمريكية لمشروع حق اسمه SEED Science Enrichment and Education for Development فجزء منه كان فكرته إنه نحاول ندعم التجارب العلمية في المدارس فاشتغلنا مع بعض المدارس ودينام مواد وتدريب لبعض الأساتذة إنه يعملوا تجارب عندها علاقة بالمقررات حقت الحكومة ذاتها لكن بس نديم مواد ونديم بعض الأفكار حقت التجارب المربوطة بها وفي نفس الوقت نقوم نعمل فيديوز وكتيب صغير باللغة العربية عشان يعني نحاول نبوست المحتوى حق ال like scientific context مثلا في السودان أو اللي عنده علاقة بالسودان و it was an interesting experience لكن هو صعب يعني عامة ما بتلقى الحياة دي بالساهل لما حاولنا نفتش مثلا ياتوا قنوات مثلا سهلة ومتوفرة بتعمل نوع التجارب دي أو ممكن نعمل لها recommendation للأساتذة مثلا يقعد يحضروا عشان نديم material أو كان كتيبات أو كان قنوات ما كان سهل نلقى الحياة دي فلو الناس عندها فكرة في موضوع البارير ده اللانجويج بارير لأنه الحياة بالإنجليزي في الإنترنت متوفرة لكن إحنا عامة ما قاعد نستخدم الانترنت از ماتش وفي نفس الوقت الحياة بالعربي ما متوفره فممكن الناس تتناقش في الموضوع ده I think for the next 10-15 minutes وفي دول عنده اي طيب انا بديت كمترجم خلفيه في الاول ترجمه يعني في السودان عموما خلال السنوات نقول العشر الفاتت دي يعني في تدهور شديد جدا في مستوى اللغة في كده ودي واحدة من الحاجات المؤثرة عليها في جهات كثيرة كانت بتصدر يعني مجلات دورية وعلمية واللغتين عربي وانجليزي دي واحدة من الحاجات للأسف في السودان وقفت لأنه في مشكلة في الكتابة بالإنجليزي غير الترجمة فدي برضو حاجات من حياة الناس مفترض برضو أنت تقولها أنت قلت إنه الحياة متاحة على الإنترنت بكثافة فعلا باشمهندس لكن معظمها بالإنجليزي فالناس محتاجة جهود أنا بعتقد واحدة من الحاجات الأفكار في ظل وجود عدد محدود جدا من الناس إنه عندهم القدرة يعملوا الحاجة دي أفتكر التلخيص هو يعني ممكن يكون حل من الحلول يعني الأوراق العلمية شفت ورقة علمية أنا قبل أول أمس أو بحث هو حقيقة فالناس العاملين عاملين ملخص بالعربي للبحث أبتكر دي كانت كرياتيف جدا منهم يعني لأنه البحث أصلا بالإنجليزي لكن في النهاية الأودينس السودانيين الناس اللي ما عندهم قدرة إنه يقروا بحث بالإنجليزي عدد مشوية فأبتكر التلخيص واحدة من
من الوسائل اللي ممكن تكون تحل المشكله دي. لكن تزريع الثلج هنا في السودان لانه ما في جهه قاعده تدعمه، جامعات بقت يعني ما عندها موارد، ما داري نخرم الكلام جاي وجاي، يعني ما عندها موارد للترجمه والتعريف. فالحاجه دي برضو انا داري اشير لحاجه اختم بها كلامي، انه لحوجه الناس لمواد علميه باللغه العربيه، فالان السودان فيه مواد كثيره بترجمات مستوى ضعيف جدا، بتجي من دول عربيه من ناس ما متخصصين. تسلم. I think الفكرة زي ما أنت قلت، ما أنت في النهاية عشان تقدر تزيد المحتوى عندك خيارين، يعني بيكون في خيارات أخرى، لكن الخيارين I think obvious إنه يا تترجم والسمراي زي ما قلت، أور إنك تحاول تديفلوب نيو ماتيريال زي اللي إحنا حاولنا في المشروع حقنا. المشكلة حق الديفلوبمنت أوف نيو ماتيريال هو زي ما قلت هو الاثنين مكلفين، لكن تديفلوب نيو ماتيريال محتاج مجهود وتكلفة أعلى من انك مثلا انك تترجم او تسمرايز حياته اوريدي متوفره وتتيحها للناس. لكن في الحالتين الموضوع محتاج دعم، يعني it's not easy to translate, it's not easy to develop material, وما في efforts I think زي ما قلت big efforts في الموضوع ده. انور I think لو قاعد ممكن يتكلم، لانه I think هم حاولوا في موضوع ال Wikipedia or like to translate stuff. انور قاعد؟ مشكلة. نخلي أنور يدينا ملخص، نديه هومورك يكتب لنا يكتب لنا ملخص المجهودات حقته في التعريف. أنا قاعد بس بعيد شوي، بس ما عم بعيد. المطلوب شنو؟ معلش قول لي عشان أقوله لك. لا بنتكلم في موضوع الترجمة. أسينك أنتوا كان في عندكم مجهودات في موضوع الترجمة حقت ويكيبيديا رايت أور البوسينج حق المحتوى فاحنا نتكلم انه عامه انت يو نيد تو ديفلوب عشان تبوس المحتوى، يو كان ايذر ديفلوب نيو ماتيريال اور ترانسليت اكزيستنج ماتيريال. الاثنين محتاجين ريسورسز، لكن عامه ترانسليتنج وسمرايزنج از ايزير. بس كنا دايرين نشوف وات انت خبرتك في الموضوع ده او يور اكسبيرينسز كان شكلها كيف. والله طبعا الترجمه بتسهل عليك كثير جدا جدا، اللي هو يعني عمل التجارب والاحتياج للمواد والادوات وكل المتطلبات بتاعت انه تعمل لك ريسيرش يكون كريديبل وريالابل، وفي النهايه يقدر يتنشر في حته كويسه، يعني في مجله علميه ولا كده. فالترجمه دي التجربه بتاعتي انا بدات في كوريا. طبعا في كوريا اشتغلت بار تايم مترجم مع تلفزيون اسمه اريران، والتلفزيون ده التلفزيونات في كوريا، في حتة زي كوريا مثلا الان خبرت فيها هناك، التلفزيون ده لما تحضر نشرة الاخبار انت ما بيقول لك يا اخي السياسي الفلان عمل شنو والرئيس عمل شنو بتاع، لا بيوروك 360 درجه عن حياتك انت، الاسف بتاعت حياتك اللي بتهمك انت كمواطن. بيوروك الاقتصاد، بيوروك العلوم، بيوروك السياسه، بيوروك الاجتماع، كل الحاجات. وطبعا في الاخبار عامه الناس بتهتم بالفينومينس بالظواهر، انه والله خبر جديد زي ما بيقولوا ناس الاعلام يقول لك شنو يعني كلب عبد الله وزول ده ما خبر، لكن زول عبد الله وكلب ده خبر. فالناس بتهتم بهو بالكلام بتاع انه زول عبد الله وكلب ده، لكن في الحتات اللي بيكون فيها وعي بالديمقراطيه وحقوق الانسان وحق المواطن وكده بيهتموا بانه يدوا كل المعلومات المهمه إذا كانت صحية، اجتماعية، اقتصادية. فنشرة الأخبار دي كأنك أنت بتحضر لك في محاضرات علمية، الأرقام بالأكيرسي بتاعتها وبعدين بالمقارنات بيقارنوا إنه والله الحاجة دي بتفرق على الحاجة الفلانية كده وبتفرق على الحاجة الفلانية كده، لو في أي improvement في تحسن ولا تطور إنه والله التطور ده أكتر من التطور اللي قبله بكده ولا أقل منه بكده. فبديت من هناك احس انه والله يا اخي الحاجات دي قابله لانه الناس تستهلكها حتى لو ما كانت في كوريا. فبديت من هناك انشر، وبعد ذاك جات التجربه بتاعتنا مع تيد، وبعد كده الويكيبيديا دي كلها كان لاسراء المحتوى
العلمي يعني باللغة العربية للسودانيين وغير السودانيين. ففي تيد دي ترجمنا ترجمة كبيرة جدا. وتيد طبعا الملخص بتاع التجارب والحياة وكده بيجي في فترة بسيطة. يعني تخيل انت بتتكلم على زول انجاز له انجاز اخذ به جائزة نوبل، جاي يتكلم لك عنه في 18 دقيقة. دي فترة بسيطة جدا وقابلة للترجمة وقابلة كمان لانه الناس تستهلكها، يعني الناس اللي بيحضروها لاحقا. فعندنا مجموعة اسمها سودان ويكيبيديا انيشيتيف، ودي كانت جات برضو من مبادرة داخل تيدكس خرطوم 2013، لانه مؤتمرات تيدكس نفسها هي عبارة عن ترويج علمي، لانه انت بتجيب برضو فيها العلماء والباحثين والبتاع بناء على ايفيدنسز، يعني ما بتجيب بس كلام ساي هواي زي ما اقول. ف 2013 دي عملنا مؤتمر، الشعار بتاعه كان knowledge into action، knowledge into action اللي هو تطبيق المعرفة. ودعينا فيها من ضمن الناس اللي دعيناهم اللي هو سفير الويكيبيديا في الهند، صديقي اسمه أبيشيك، وهو حاليا الزول ده نائب رئيس الويكيميديا في نيويورك. يعني مشى في الاتجاه ده بصورة كبيرة، وهو كان منظم لتيدكس بونا في الهند، وبيعمل إيديت للويكيبيديا ب40 لغة محلية في الهند، 40 لغة مختلفة. فطلبنا منه، وهو كان من علماء الهند الصغار برضو، عمره كان 20-21 سنة، طلبنا منه يجي ويدرب الشباب في ورشة عمل في الخرطوم. لكن بكل أسف طبعا الموضوع تحت ذاته قفلونا الجهاز الأمني كان في الوقت ذاك، وبالتالي ما اتعملت الحياة بالطريقة المفروض تتعمل بها. يعني كان في ورشة عمل، ورشة العمل ده حيطلعوا منها ناس حيتدربوا تدريب خاص على أساس إنهم يكونوا هم البايلوت لمسألة إسراء المحتوى السوداني على الإنترنت عبر بوابة الويكيبيديا. فالكلام ده ما حصل بالطريقة المفروضة، لكن في ناس دكتورة مرام وبعض الشباب عندهم مبادرة ويكيميديا، ويكيميديا هي المؤسسة الأم البيرنت لويكيبيديا نفسها. فعندهم شغل بيشتغلوا كل فترة ووركشوبس وبيعملوا تدريب وكده وبتاع شغالين، لكن السكيل لسه صغيروني ما كبير. كل الجروبات دي موجودة أخوانا في الفيسبوك كلها فيها، أنا ده موجود يعني، وفي ناس كتار موجودين فيها. وبتجي أوكيجنالي كده بتجي زي ما يقولوا يعني نشاط ولا نشاطين، في ناس بيمشي يعني يستفيدوا منه، لكن ضعيفة ومحتاجة إنها تتوسع. يعني الجروبات بتاعت الويكيبيديا السودان دي لو بقت موجودة على مستوى الجامعات مثلا بتكون حاجة ممتازة، زي الـ IEEE مثلا بتكون حاجة ممتازة، لأنه كل حتة ممكن تكون هي سورس بتاع معلومات. فالترجمة جزء، لكن المحتوى الموجود عندك انت ذاته كونه تحطه في قوالب كويسة وتنشره عبر المنصات المعتمدة، ده بيفيد كثير جدا. فده ده القصة. لو في اي سؤال في الحتة ده حاضرين. لا تمام، تسلم، thank you very much. Good overview of I think the main efforts في الجهات دي. بس سؤال بسيط وممكن تجاوبه بعد ذلك حيث نختتم عشان ما نطول على الناس. الرول بلوكس الأساسية بالترجمة شنو؟ Is it easy to get people عشان تجيب الناس تخليهم يقعدوا يترجموا؟ ما شغل سهل يعني، عامة actually it's expensive. If you want to translate or you get like a professional translator الورقة واحدة بقروش يعني. كيف انت بالنسبة للـ volunteer work في الحياة دي، how feasible is it, what type of incentives are there or what are the challenges؟ اوكي، ده كلام جميل جدا. طبعا الانترنت اصلا يتضخم وزاد وكده وبتاع بالopen source وبالcrowd source. يعني معظم الويكيبيديا دي طبعا شغالين فيها عدد محدود من الناس، لكن اللي بيسروها وبيعملوا لها edit كل يوم ملايين البشر من حول العالم بكل اللغات المختلفة. فالموديل بتاع ويكيبيديا ده يفترض انه موديل يعني ناجح جدا جدا، والانسنتيفز بتاعته بتكون اول شيء غيرة الناس على الكونتنت بتاع ذاته. الناس ذاته داير المحتوى بتاعي يكون موجود في حتة ما في الانترنت. يعني ليه لما نجي اكتب مثلا ضرح ده منتجع كده في بورسو احنا بنمشيه بنصطاد فيه وبنقضي فيه الويكند، لما نكتب ضرح في 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 جوجل ولا في اي سيرش انجن وما القى معلومه عنها، الكلام ده بضايقني انا ده، لانه حته فيري بيوتيفول وبيسفول وجميله وفيها صيد وفيها هوايات وكده. الحاجه دي تخليني انا ده الدافع بتاعي انا بمشي اعمل لي ارتكل مثلا عن منطقه ضرح، مش كده؟ فالمترجمين بيلقوا كميه بتاعت انسنتيفز، يعني في كميه بتاعت حوافز بيلقوها المترجمين المتطوعين.
لانه ناس تيد لما بدوا يترجموا المحتوى بتاعهم بدوه بقروش، دفعوا لزي 50 توك ولا شنو اختاروهم كده ودفعوا للمترجمين، وكانت قروش كثيره جدا جدا. فكان الابروتش الثاني انه يمشوا للكراود سورسنج اللي هو يعني حشد الجماهير. يا اخواننا عندنا محتوى علمي هاي كواليتي، دايرين ناس مترجمين محترفين لكن بالتطوع يشتغلوا لنا، وعملوا موديل. الموديل ده انه زول يترجم وزول ثاني يراجع الترجمه، وبعد ذاك في سوبرفايزر، ثلاثه ذي المتطوعين يعمل يقول يعني ابروفد الترجمه بتاعت الزول ده والتدقيق بتاع الترجمه، ديل كلهم صحيحين فممكن تتنشر طوالي. وكان فيها ترايل اند ايرور كثير في بدايتها، لكن في النهايه اثبتت انها يعني حاجه ناجحه. والليله مشروع تيد المفتوح للترجمه يعتبر من انجح مشاريع المصادر المفتوحه في الانترنت بصوره عامه. ده اللي هو المشروع اشتغلت فيه لعشر سنوات، وترجمت فيه اكثر من 1600 محادثه اللغه العربيه، لكن ليست المحادثات كلها بس من تيد، انما كانت في محادثات ترجمناها نحن من تيدكس خرطوم، من الكونتنت اللي عملناه ونحن في الخرطوم ترجمناه للغه الانجليزيه، وفي ناس اتكلموا بالانجليزي في تيدكس في السودان ترجمناه للغه العربيه، فبالتالي هي كانت اتجاهين. وبعد ذلك في كولابريشن بيحصل ما بين المترجمين نفسهم، لان في نتورك بتاع المتطوعين في الترجمه بتتكون وبيقوم بيتعاونوا. يعني مثلا في لقاء كان اتعمل معايا انا ده في تيد عن ليه بترجم وانا منو والسودان وكلام زي ده. اللقاء ده ترجم ليمكن 10 ولا 12 لغه، ايطاليه، صينيه، كوريه، ما اعرف صربيه، كلام زي ده. الكلام جه بشنو؟ بالنتورك، بين والله في ناس ثانيين بيعرفوني ودايرين ناسهم برضو يعرفوني. في المقابل في زول برازيلي يتعامل معه لقاء، بقوم انا اشيل اللقاء بتاعه واترجمه للغه العربيه. فكان في تعاون زي ده خلى انه الناس تعرف المحتوى بتاعه، بتعرف في لغات ما ممكن كانت تصلها بالطوره العاديه ولا اي ميزانيه ولا بادجت. انا بشوف المؤسسات في السودان، المؤسسات في السودان تفكيرها تقليدي جدا جدا و very protective للسيكريسي والحاجات الاسيتس داخل الاورجنايزيشن. يعني تخيلوا مثلا وزاره الاعلام، وزاره الثقافه، وزاره الرياضه، الشباب، لو قام قالوا اخواننا محتاجين متطوعين ما حنديكم قروش، لكن حنديكم مثلا والله فرصه بتاعت تدريب في الحاجه الفلانيه، ولا لو المنتخب مسافر احنا حنسافركم معاه وتحضروا وتكونوا مشجعين. المهم تدي اي نوع بتاع يعني حوافز كمبادله، ما بالضروره قروش. لو الناس فكرت تفكير كرياتيف زي ده اعتقد المحتوى بتاعنا ممكن يزيد بصوره كبيره، ودي حته بتاعت ابداع يعني محتاج الناس والتكريم يديروها. شكرا جزيلا. اتلي بطوالي. ايوه اليو ان عندها حاجه اسمها يو ان فولنتيرز، بتعمل نفس الفكره دي في موضوع الترجمه. يو ان في تيم فيه ثلاثه، فانا كنت برضو في ترمير الفترات رئيس تيم. أنا دار أشير لحاجتين. الحاجة الأولى المنهج، الناس اللي برا السودان المنهج بتاع اللغة الإنجليزية اللي هو سمايل الجديد ده، اللي هو حل محل سباين، اللي هو تم بدعم من البريتش كونسل. أنا لاحظت لأنه براجع مع أولادي إنه المحتوى الساينتيفيك فيه جيد، فدي حاجة أفتكر إنها ذاتها كويسة. يعني إنه أطفال في السن من ثالثة هو أفتكر بدأ يوصل لحد أولى متوسط، بيكون في كونتنت في كل كتاب اثنين أو ثلاثة من حاجات يعني في الحياة المختلفة، إذا كانت يعني النيتشا، إذا كان شنو، ففيه حياة زي دي. أفتكر يعني تعرض أولادنا للحاجة دي برضو دي حاجة كويسة، ممكن مجهود يبني عليه. الحاجة الثانية أنا ما دار أقول اسمها المعروفة، بيقول هو جامعة مأمون حميدة، الجامعة لجامعة السودان كده. الجامعة دي فيها نشاط علمي كبير جدا نتيجة لنوعية الطلاب القاعدين يقروا فيها. الناس عملت بحث بتلقى إنه معظمهم جايين من برا، ناس شهادة لندن كده. فديل أنا دكتور أنوار والناس المهتمين في تقديري لو دارين نفيد البحث العلمي هنا في السودان
الناس دائما بتميل لجامعه الخرطوم طبعا باعتبارها المؤسسه الاكاديميه الاقدم والاولى وكده، لكن الان بقى في واقع ثاني. انا شفت المشاركات بتاعت الطلاب ديل بريليانت جدا. افتكر الجامعه طبعا بتوفر ريسورسز عاليه جدا، لان الجامعه بقروش كثيره، فممكن الفكره بتاعت التطوع دي توفير ماده علميه باللغه العربيه. انا افتكر بدايه الناس لو مشت على الجامعه دي بالاضافه لجامعه الخرطوم ممكن يصلوا لنتائج. برضو بضيف الاحفاد دائما الطلاب بتاعينها لطبيعه جامعه الاحفاد الطلاب دائما بيكون في تطوع كثير جدا. فديل ثلاثه جامعات الناس ممكن تبدا بهم في الموضوع بتاع انه ندعم ترجمه ال scientific papers او نلخصها او كده. فدي ثلاثه جهات الناس ممكن تبدا بها، ده في تقديرها. طيب شكرا. حقيقة في موضوع الترجمة وكده احنا لازم نحدد احنا التارجت بتاعنا منو، يعني احنا مستهدفين منو. احنا لو لقينا نفسنا مثلا يا اخي في كبداية للساينس كوميونيكيشن في السودان، انه يا اخي مستهدفين الشريحة بتاعت الناس الجامعيين مثلا، او الناس يا اخي مستوى التعليم بتاعهم اقل حاجة مثلا يكون ثانوي. فأنا بشوف التجربة بتاعت ناس دكتور أنور ناجحة جدا في الاتجاه ده، يعني التدكس الفيديوهات اللي كان بترجموها كده يعني ممكن توصل المعلومة وبتكون effective، يعني لأنه دائما في الكوميونيكيشن يعني أهم حاجة يكون effective. يعني لما يكون effective معناه السندر والريسيفر يكونوا satisfied. فالإفكتيف كوميونيكيشن مهم جدا، يعني انت بتوصل المعلومه وخلاص، انت بتوصل المعلومه لكن مرات بكون في فيدباك، او والله على الاقل انت تعرف انه يا اخي الزول استلم المعلومه ده انه يا اخي قدر يستوعب الحاجه اللي انت مرسلها شنو. في نفس الوقت ممكن تغير افكاره، ودي برضو حاجه مهمه جدا في الكوميونيكيشن. والشغل التجربه بتاعت ناس دكتور انور دي انا شايفها ناجحه جدا لو احنا مستهدفين شرائح معينه في المجتمع. لكن لو قلنا مثلا انه يا اخي لقدام المشروع يمشي بصوره اكبر يغطي كل السودان، طبعا محتاج انك انت تغير الوسيله بتاعت الكوميونيكيشن، وفي نفس الوقت اللغه، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت حتى بيسموه شنو يعني السندر ذاته، زور البرسي المعلومه ذاته هو منو يعني. فانت لازم تختاره بدقه يعني، عشان اسي مثلا لو شفنا في الاذاعه السودانيه في المذيعة اللي اسمها سارة محمد عبد الله، يعني بتوصل يعني المعلومة باللغة العامية السودانية يعني، فبتلقى انه يا اخي في انجذاب يعني من الناس المستمعين للغتها وطريقة توصيل المعلومة وكده، يعني في بساطة في الاسلوب وفي نفس الوقت في المصطلحات. فيلا العامية واللغة زي دي ممكن تنجح خاصة في الأرياف السودانية، وممكن توصل المعلومه بصوره افكتيف. لكن لو انت واحنا لقدام مثلا مستهدفين الشريحه الكبيره ذكرتها، انا بشوف الطيره بتاعت ناس دكتور انور وحتى المشروع بتاعهم في سولانيس ريسيرشر يعني مشروع ناجح جدا، الناس ممكن تستفيد منه. في نفس الوقت نمشي بنفس الفهم حق المقترح بتاع دكتور راشد، انه يا اخي نعمل تلخيص للحاجه اللي دايرين نوصلها، يعني انه احنا نلخص مثلا لو في والله يا اخي ورقة علمية، أو والله يا أخي في بحث معين الناس تعمل له تلخيص بصورة تكون مناسبة جدا، وفي عدد بتاع صفحات إنها ما تكون مملة. لأنه الآن يعني واحدة من الحياة اللي اتعملت حولها بحوث اللي هي إنه لقوا يا أخي الجمهور يعني بقى بمل من الفيديوهات الطويلة، يعني حتى الحاجة دي أنت ممكن الزول تشوفها في نفسك لما تلقى لك فيديو أكثر من 15 دقيقة طوال بتتجاوزه مرات من غير ما تستمع الاول لاي شيء فيه. الحاجه الثانيه ممكن في فيديوهات انت من تفتحها كده تحس انه يا اخي اللغه جاذبه مثلا، حتى لو الفيديو طويل انت ممكن تمشي معاه يعني. فالحاجتين دول يعني بيكون هنا تحدي لقدام، فالناس لو قدرت يعني توظف الحاجتين دول بصوره كويسه، فانا بشوف انه يا اخي لقدام ما يكون في مشكله ان شاء الله في موضوع الترجمه. وفي نفس الوقت ممكن نستفيد برضه من مؤسسه التعليم العالي الموجوده ذكرتوها قبل شويه عشان تدعم المشاريع تحت الترجمه بصوره عامه. يا جاز كثير برضه للصفحه بتاعت الباحثين السودانيين. يا اخوانا طبعا في خلط بيجي يحصل ما بين
البروفايل الشخصي وما بين الجروب وما بين البيج الصفحه، دي الثلاثه برودكتس مختلفين في فيسبوك. يعني لما انا اقول صفحتي يفترض انه اكون قاصد الصفحه بتاعتي اللي بكتب فيها ويعني ريد اونلي، بدي الناس بس، الناس اعمل كومنت لكن ما بتفاعل فيها مع الناس. لما نقول الجروب بتاعي قاصد جروب زي الباحثين السودانيين، لما نقول البروفايل دي البروفايل الشخصي يعني. فأسي الثلاثه ديل عندنا في السودان استسهالا بدوا يجملون كده في انه يقول لك صفحتي او صفحه الباحثين السودانيين. الكلام ده انا بقوله شنو؟ لانه ده نفرق بين حاجتين. انا احنا عندنا جروب بتاع الباحثين السودانيين فيه 750 الف نفر، عندنا الصفحه ودي اهل مفترض الجهود بتاعت الساينس كوميونيكيشن تظهر فيها. الصفحه دي بيج، البيج دي عملها قاسم منتصر معاكم ده، فيفترض انه اخواننا الصفحه دي الناس يكون متابعينها. ليه؟ لانه اي حاجه تحصل في الجروب التلخيص بتاعها يفترض ينشر عبر الصفحه ككريدبل شانل للكوميونيكيشن. انا خطيت لكم الهناي بتاع هنا ده في اسمه شنو ده في الشات. الرجاء اعملوا لها لايك وفولو، ولو في ناس منكم داري تطوعوا في الصفحه دي على اساس انه ينشروا المحتوى العلمي والملخصات، دي بتكون حاجه عظيمه جدا كمخرج لمخرجات الشغل بتاعنا. معلش قطعتك دكتور فادي، تفضل. يلا بالنسبه اللي انت بتتكلم في الترجمه كويس، حاسس شايف الدكتور او استاذ قال يا اخي انه طلبت من الحميده والخرطوم والاحفاد. هو طبعا يلا قام عرج انه طلبت من الحميده، في ناس مثلا هو صح فعلا جايين ناس من فيه ناس جايين من برا وكده كويس. يلا بعد ذاك لما تقبل حته بتاعت انه الترجمه، ما انت لما تترجم بتترجم من اللغه الانجليزيه للغه العربيه، فيلا ثاني بعد ذاك انت بتترجم لمنو؟ ما زود لازم يفهم لغتك يعني كويس. عشان كده انا الحته دي بقوم بشوف يعني مثلا طلبت الخرطوم هم ممكن يكونوا ذا بيست يعني، لانه طلبت من حميده زي ما قلت لك عندهم باك جراوند كده جاي من برا وكلشر وكده وثقافه وعادات وكده، ممكن هنا لكن ممكن يساعدوا في الحته دي. حسب الحمد لله شغال في الاثنين سواء في حميده وفي الاحفاد، فممكن اقوم اشوف الحته دي كده. لكن الحاجه اللي دار اقوم اعرج عليها يعني دار اعرج على الحته المهمه شايفها، الموضوع بتاع الهيومن لايبراري المكتبه البشريه. يعني هو برضه انا شايفه برضه في الساينس كوميونيكيشن حاجه مهمه جدا يعني لازم يكون مثلا في هيومن لايبراري في كل جامعه في كل كليه في كل جروب وكده. يعني انا الحته دي مهمه شديد جدا لانه في النهايه انت مثلا يعني زي ما تكلمنا قلنا يا اخي تكون مثلا عندك كتاب من 70 صفحه من 100 صفحه 200 صفحه، فانت تقوم تديه مثلا بشكل ابستراك بس يعني تقوم تتكلم فيه ربع ساعه نص ساعه. فانا شايف الحاجه دي ممكن تقوم يعني توصل للباحثين الحاجه دي للباحثين والمهتمين وللعامه، توصل لهم المعلومه بطريقه افضل. يعني الهيومن لايبرري زمان كان بتكون حاجه كده يعني على ارض الواقع عادي، الناس بتمشي وبيكون مثلا بيكون معلنين يا اخي والله اني يوم الثلاثاء الجاي من بعد من الساعه 7 لحد الساعه 8 في حيتكلم عن الكتاب الفلاني، حيتكلم عنه الاستاذ الفلاني والدكتور الفلاني والباحث الفلاني. لكن يلا حاسس الحاجه دي ممكن تتعامل مثلا عن طريق السوشيال ميديا يعني انها هي بتسوي كده. حتى الحاجه ذاتها ممكن في 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 الصفحه بتاعتنا دي هنا نعملها، وبرضه في الصفحه الكبيره هي الجروب الكبير بتاع الباحثين السودانيين ممكن الحاجه دي تتعامل. يعني لازم الحته دي انا شايف انه مستعجل فيها. يعني هي طبعا نواه ليها مثلا زي الحاجه اللي عملته الدكتوره نعمه، يعني حسيت في النهايه كتاب قامت حولته ليه، دي ممكن برضه تقبل نواه لحاجه زي دي كده. يعني good point. Added to a list of I think useful initiatives that can actually work. لكن I think حاسة خمسة عشان ما نطول ممكن نختتم بالكده عشان نلخص الحاجة دي. It will make it easier عشان نلخصها. I think everyone's fine مش to stop here. Yeah. Okay. تمام. شكرا لكم كلكم على الحضور. It was very good discussion. طبعا لو دارين تحضروا obviously قاعد في الموقع في الجروب ممكن الناس ترجع وانا go through it. حشيل ال extra discussions from today ولخصها في السلايد and then we'll upload the slide غالبا in the group. Maybe we'll have a follow-up discussion لو قدرنا نخط like a plan ممكن نعمل follow-up discussion or session some other time. لكن for now شكرا كثير. مساهمات ممتازة جدا لكل الناس، وإن شاء الله نشوفكم كلكم على خير قريبا، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وأنا الفيديوهين لأنهم مسجلين في زوم
هرفعهم في يوتيوب بخليهم انليستد وبرفعهم في الجروب بتاعنا بتاع ساينس كوميونيكيشن. مهم جدا يا اخواننا انه المخرج النهائي بتاع اللقاءات بتاعتنا دي انه يكون عندنا فريق بتاع الباحثين السودانيين مختص بالساينس كوميونيكيشن، لانه المسؤوليه يا اخواننا كبيره جدا علينا. في كميه بتاعت اخبار زائفه وكلام فارغ وبتاع بينتشر، يعني انتوا لو شفتوا في مجموعه الباحثين السودانيين دي كميه البروفايلز اللي احنا بنرفضها وبنعمل لها حظر بنبلكها بتاع يقول لك والله يا اخي تنزيل القروش ما اعرف شنو هنا وفك شنو والدجل والشعوذه والكلام ده. في ناس بصدق بصدقوه والله بكل اسف، يعني في ناس بيدعوا في قروش وغيره وغيره. فكوننا احنا ناس ساينتست ناس موجودين هنا ده في المجتمع بتاعنا نكون شايفين الكلام ده وما يكون عندنا فيه دور، كونه انه يكون في علوم جديده واكتشافات وابتكارات بتحصل ونحن عارفينها في مجالاتنا وما بنوصلها لمجتمعنا، ده اعتقد انه يعني حاجه محزنه، لانه مهمتنا نحن انه نقدم للناس وان شاء الله اخي الفيو الخير يقدم ربنا. شكرا لك يا قاسم، شكرا لك يا شباب. طبعا دخلت معنا صفاء، صفاء دي مختصه بتاع الساينس كوميونيكيشن، يا ريت بس لو ادتنا تعريف بسيط عن نفسها. صفاء عملي ام ميوت لنفسك. صفاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه، تفضلي. السلام مساء الخير. انا ما عارف انت قلت انا مختصه في الساينس كوميونيكيشن، يعني هل انت قصدني ولا شكلك مرتبط مع زول ثاني؟ اي فعلا فعلا اخبطت مع زول ثاني، لانه انا في زول رسلت لي قبل شويه قالت لي انا مختصه بتاع ساينس كوميونيكيشن، رسلت لها العنوان بتاع السيشن دي عشان تجي داخله، كنت قايل لك انت معلش. لا لا ما مشكله. تمام ممكن تعرفي نفسك برضه كده يعني. انا صفاء عبد المنعم، قريت صيدله جامعه الخرطوم، تخصصت في كلينيكال فارماسيست، برضو عندي كورسات في الميكروبيولوجي، حاليا شغاله دي اتاشمنت في جامعه الخرطوم في الصيدله ذاتها. برضو يعني حاليا لسه مرحلتين، انا قاعد احاول انشر في البيبرز بتاعتي وكده. بس دي الانترودكشن اباوت ماي سيلف. ممتاز. احنا طبعا كان في اكثر من زول في ناس الصيدله، ناس دكتوره سناء وديل من الكليه كانوا معانا في الباحثين السودانيين كمودريترز وادمنز يعني في فترات مختلفه. فبرضه لو عايزه تساعدي في الاشراف وكده، لان الصيدله انت بالذات اكثر حته الفارماسيوتيكال دي اكثر حته فيها زي ما يقولوا كلام كثير اشاعات وبتاع بلع القرف. ايوه صح صح. تساعده، فلو بتقدر تساعدي معانا يكون كويس. والله حابه جدا ان انا اتطوع في النقطه دي، ما عندي مشكله. بس ارسل لي رساله خاصه، برسل لك الفورم بتاع التطوع للباحثين السودانيين. تمام تمام ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا. انا متاح يا دكتور انور. تمام ممتاز. اي حاجه بيناتنا على الخاص. احنا اسيوا مثلا الهمنا طبعا دايرين نعمل فريق بتاع ساينس كوميونيكيشن، الفريق ده ثاني لو اي حاجه جاتنا من برا بنقول لهم هنداك الفريق. يعني اسيوا احنا ما جاتنا شنو حركنا اسي ثاني شنو؟ انه ناس الجانب الالماني في السودان عندهم منحه لساينتست يكون شغال في الصحافه العلميه وكده، يمشي يطلع على التجربه الالمانيه ويزور الجامعات ومراكز البحوث ويجي يعكس الكلام ده في السودان. لكن الكلام ده داير زول اصلا هو شغال في الموضوع وعنده حياه منشوره وكده. احنا رشحنا لهم دكتور الفاتح، عنده جهود كبيره جدا في القصه دي وان شاء الله يشيلوه، يعني القصه تمشي لقدام. لكن ديل جونا الالمان جونا، احنا ما مشينا فتشنا، احنا لو مشينا فتشنا في مليون الف منحه وفرصه بتاع التدريب وبتاع. لكن لازم يكون عندنا فريق كارب يعني، وعنده يعني زي يقولوا شغل شغاله في الوطن الناس تشوفه يعني، مش كده؟ والله احنا يعني يس الناس دائما قاعدين نتطوع، دائما بس زول بيكون محتاج دليل مع الجري اللي احنا فيه ده. السودان محتاج كثير واحنا ابناءه يعني، ان شاء الله اي حاجه بنقدر عليها بنقدمها. انا بدير معك حوار في الخاص ان شاء الله، نشوف ممكن نقدم شنو ان شاء الله عشان ما ناخذ وقت الناس ان شاء الله. جدا ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يخليك يا شباب، كثر خيركم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.